اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء تفعيل الفيديوهات على تطبيقكم إيمو. نقوم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على البيانات التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تحفيظ تلقائي عند الاستلامه، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الفيديوهات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء الفيديوهات على تطبيقكم إيمو. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.